حياكم الله يا أحبة مع درسنا اليوم مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها. الدرس كل هذا هو أربع أجزاء، أربع دروس. الدرس الأول فيه هو مقارنة الأعداد النسبية الموجبة، هذا اللي حنأخذه الآن. الدرس الثاني هو مقارنة الأعداد لكن باستعمال الكسور العشرية. ثم الدرس الثالث ترتيب الأعداد النسبية، والدرس الرابع في هذا الباب هو مقارنة الأعداد النسبية السالبة. إذا خليني أنا في مقارنة الأعداد النسبية الموجبة، لأنه أنا عندي أعداد نسبية موجبة وسالبة، كيف أقوم بالمقارنة؟ ماذا نعني بكلمة مقارنة؟ يعني أني أكتشف العددين اللي معايا هذول، واحد أكبر من الثاني أو أصغر من الثاني أو يساوي الثاني. طيب خلنا نروح ونشوف المثال التالي. قال لي في هذا المثال ضع أكبر أو أصغر أو يساوي، يعني قارن، لتصبح الجملة التالية صحيحة: 5 على 8 و3 على 4. عندنا طريقة سهلة جدا، فقط انظر إلى المقامات، فقط انظر إلى هذا المقام وهذا المقام. جيب المقام الأول لعند الثاني، اضربهم في بعض، 3 ضرب 8. ثم جيب المقام الثاني لعند الأول، بسط الأول، اضربهم في بعض، 5 ضرب 4. انسى الآن أي شيء آخر، شو بيصير معاك الجواب؟ 5 ضرب 4 هو 20، حافظ على الترتيب تحتها، 3 ضرب 4 8 هي 24. مين الأكبر؟ هذا أكبر، إذن هذه أكبر. هذه ترتيب الأعداد النسبية الموجبة كذا فقط. اضرب مقام الأول الثاني في بسط الأول ومقام الأول في بسط الثاني. طيب المقامات إيش أساوي فيها؟ ولا تساوي فيها حاجة نهائيا، ما لك علاقة فيها نهائيا. تعال نشوف تدريبات على هذا الدرس. قال لي ضع أكبر أصغر يساوي لتصبح الجمل التالية صحيحة. خلاص عندي 3 4 و7 على 12، نضرب مقام الثاني في بسط الأول فهي 3 ضرب 12. طيب الحين مقام الأول في بسط الثاني اللي هي 7 ضرب 4. طيب شو الجواب يا شباب؟ 3 ضرب 12 36، إذا حابين تعرفوها، هذه 3 وهذه 12، هاي ضرب، 2 في 3 6، 1 في 3 3، إذن فعلا 36. 7 ضرب 4 من جدول 7، عندي 28. مين اللي أكبر؟ هذا أكبر. إذن نرجع للجملة ونقول إنه 3 أرباع أكبر من 7 على 12. مثال آخر نفس الشيء، قارن بين العددين النسبيين التاليين. أجي 8 هذه أضربها في 5، والستة هذه أضربها في 7، وحافظ على مكانها، يعني هنا ما بصير تحطها على الجهة اليسار، وهذه 6 ضرب 7. طيب 8 ضرب 5 هي 40، 6 ضرب 7 42. مين الأكبر الآن يا أحبة؟ الأكبر هو 42. إذن يعني عندي 5 على 6 أصغر من 7 على 8. مثال أخير ونشوف إيش يصير معايا. هنا عم بيقول لي 1 و4 على 9، وهنا 1 و2 على 5. طيب إيش أعمل يا أستاذ؟ والله في طريقتين للحل، شوف الطريقة السهلة بعدين شوف الطريقة الصعبة اللي معنا. الطريقة السهلة هنا العدد الصحيح كم؟ 1، وهنا العدد الصحيح كم؟ 1، يعني لا معنى لهما هذول العددين. كيف يعني؟ لأنهم متساويان، ما نقارن. طيب شو ضل أني أعمل؟ أضرب 5 في 4، 5 في 4، و9 في 2، 9 ضرب 2، إذن هنا 20، هنا 18، إذن هذا أكبر، وبالتالي 1 و4 أجزاء أكبر من 1 و50، 1 و4 أجزاء أكبر من 1 و50. أما لو بدك تحولها للطريقة الثانية اللي هي 1 و4 على 9، 1 و2 على 5، وتقول هذا ضرب هذا 9 وتضيف له 4، إذا صار 13 على 9، وهنا هذا ضرب هذا 5 وتضيف له 2 7 على 5. ثم تقول 5 في 13 هي 65،
9 في 7 هي 63 وبيطلع معك نفس الكلام انه اكبر. لكن خلاص طالما شفنا انه العددين صحيحين مثل بعض اذا بنساهم نهائيا وبقارن بسط ومقام مع بسط ومقام، وبكذا بنكون احنا انتهينا من الجزء الاول من درس مقارنة الاعداد النسبية وترتيبها. والى اللقاء في الدرس القادم.